رو وفرو في اللغة الإيطالية هم حرف جر بنفس المعنى، وناس كتير بتقول لك وبتبدأ تقول فرو ده ممكن مع الوقت، ترو ده ممكن مع المكان، بين خلال. أنا أقول لكم ترافرا الاتنين زي بعض بالظبط، أنا هسميهم أو أوزع أوقة، الاتنين زي بعض بالظبط. لو حطينا ترافرا ووراها مدة زمنية هتيجي بمعنى دوبو. تعالوا ندي مثال اسامبيو. اوكي allora signora può tornare fra 20 giorni. può tornare fra 20 giorni، حضرتك تقدري ترجعي بعد 20 يوم. 20 giorni هنا معناها، يبقى fra معناها dopo. fate silenzio، fra poco inizia il film. fra poco معناها بعد قليل، هنا فرا بمعنى دوبو. اوكي مرات كلمة ترا وفرا بتعبر عن صلة. questo è un segreto tra me e te، ده سر ما بيني وما بينك. هنا عبرت عن relazione، علاقة، صلة ما بيني وما بينك، السر ده. تمام مرات بتعبر عن مكان. اوكي allora la mia penna è caduta tra il muro e l'armadio، القلم بتاعي وقع ما بين الحيطة والدولاب. يبقى هنا عبرت عن مكان بين. يبقى من الآخر مرات كتير فرا وترا الاتنين بنفس المعنى، مرات بتيجي بمعنى دوبو اللي هي فرا بوكو، احفظوا مثال فرا تري جورني، فرا فينتي جورني بعد 20 يوم، بعد 3 أيام. أوكي ومرات بتعبر عن بين لو جيت على مكانين. اوكي مثلا فرا مثلا المورو لا ساديا، ما بين الحيطه وما بين الدولاب، مكانين. فرا بياتشنسا الودي، ما بين المحافظتين دول، انا بسكن مثلا حاجه شبه كده. اوكي دي عبرت عن معنى بين مكان. ومرات بتعبر عن صله زي ما اجي واقول c'è una storia d'amore fra Anna e Marco، ده في قصة حب كبيرة ما بين ماركو وأنا. هنا عبرت عن صلة. تشاو تشاو، الله في روسيا.